أعلنت الشرطة والحرس الوطني القبرصيان أن قائد القوات البحرية القبرصية من بين ضحايا الانفجار الذي وقع في شحنة أسلحة إيرانية في أكبر قاعدة بحرية في قبرص، كما قتل أيضا قائد القاعدة البحرية. وأعلنت الحكومة الحداد الوطني لثلاثة أيام بعد هذا الحادث. الانفجارات الضخمة التي هزت أكبر قاعدة بحرية قبرصية أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم جنود من الحرس الوطني القبرصي. القاعدة البحرية التي تقع في زيغ جنوب الجزيرة المتوسطية تضررت جراء الانفجارات التي أدت أيضا إلى إصابة محطة الكهرباء المجاورة لها بأضرار جسيمة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في القسم الجنوبي من الجزيرة المقسومة منذ عام 74. انقطاع التيار الكهربائي هذا أدى إلى تعطيل الحركة الملاحية لمطاري لارنكا وبافوس لبعض الوقت، وعرقلة حركة السير مع إغلاق العديد من الطرقات الرئيسية. وبحسب الإذاعة العامة القبرصية فإن الانفجارات وقعت في شحنة أسلحة إيرانية تمت مصادرتها على متن سفينة ترفع العلم القبرصي في عام 2009 كانت في طريقها إلى سوريا، وقد صدرت الأسلحة الإيرانية بموجب قرار العقوبات على إيران الصادر عام 2007 عن مجلس الأمن الدولي. مصدر عسكري أكد أن 2 فقط من بين 98 حاوية من البارود اشتعلت النيران فيهما، ما أدى إلى هذا الانفجار الهائل وتصاعد سحب الدخان بشكل كثيف، ما دعا الجهات الأمنية إلى إغلاق الطريق السريع في تلك المنطقة الواقعة بين لارنكا وليماسول. هذا اليوم هو يوم مظلم بالنسبة لهذا البلد وشعبه. نحن حقا مصدومون، ليس فقط لوجود خسائر مادية كبيرة، إنما لفقدنا أبناء من هذا الشعب. وأود أن أعبر عن خالص تعازي ودعمي لأسر الضحايا.